كنشكركم اسيدي اللي وقفتوا على هذا الدفاع، وكنشكروا الصحافه كاملين، وكنرحموا على صالح الدين، وصالح الدين كنرحموا عليه راجل طيب وتنتمي مزيان وتنتمي مزيانين معنا. حنا كنطلبوا السيد العميل هذه ثلاثه مرات حنا كنجيو عنده هنا لا جواب لا ينظر فحالنا ولا يشوف شنو خصنا ولا يشوف هاد العيالات هاد الحرمه راه هنا عيالاتنا وجبناهم راه حرمات راه ماشي كنديروا المسرحيه كنطلبوا الحقوق ديالنا الحقوق ديال ولادنا واخا حنا كبرنا عمر عندنا ولادنا ثم كتوقفوا معنا الله يجازيكم بخير. السيد العامل الله يهديه الله يهديه الله يهديه يشوف في حالنا ويجاوب يعني جاوبنا بكلمه واحده واش نسالوا ولا ما نسالوش وزادوا لنا دابا الالتزامات خصك تصبر عام خصك تصبر عامين هدم سير بحالك البقع والو ما كاين والو زعما راه هذا الشيء لا راه عيب وعار حنا مواطنين حنا مواطنين هما المسؤولين ديالنا الله يهديهم الله يهديهم وعاش الملك عاش الملك وهذا الشيء كنسمعوه من جلالة الملك كنسمعوه من جلالة الملك النداء ديالو مستفيد يستافد اللي خاصو المحامي يستافد كنهضروا على كل شيء ماشي على راسي كنهضر على كل شيء الناس قاعدوا ضايعين عندهم ضايعين حنا ولادنا ضايعين ما عندناش باش نكريو كيقول لك ديروا التزام فين نعطيو علاش هذا الاقصاء علاش هذا التهميش دابا حاليا كيطيحوا الديور الناس وكيخليه حتى كيطيحوا كيقولوا سير دير التزام اولا ما نعطيك الشهادات العدل واللهم ان هذا منكر عاش الملك اللهم ان هذا منكر عاش الملك اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر علاش واش هذا ماشي اقصاء واش هذا ماشي منكر واش هذا ماشي عبث بغينا نعرفوا يفسروا لنا هذه اسمو هي علاش علاش هذا الاقصاء وحنا الا ما كناش مغاربه وقولوها لنا يخرج عندنا سيد العامل وممثل صاحب الجلاله نصره الله عاش الملك في البلاد وسيد العامل وسيدنا ونصيفطك لعندنا وباش تحمينا باش تحاور معنا وباش تحمي هاد الناس وباش تصارع ماشي باش تشردهم ماشي باش هاد الناس يتشردوا ماشي باش هاد الناس يوليو هازين المال قاطعوا ويدوروا في المقاطعات راه عيب هاد الشيء راه هاد الشيء منكر راه هاد الشيء منكر والساكنه ها هو كل شيء في اللافتة الساكنة ديال غياطة وحمو الزرقان كاتناش صاحب الجلالة باش يدخل في هذا الوضع ويتفتح تحقيق تحقيق في هذا المشروع ديال سيدنا اللي تنهب والمشروع ديال سيدنا وتنهب وحنا وما كنديروا والو حنا كنتبعوا غير الهضره ديال صاحب الجلاله كيقول كل واحد مسؤول اللي شاف شي حاجه يبلغ حنا كنبلغوا من هذا المنبر ها الساكنه ديال دوار غياطة واش كاينين الناس ومستافدين ما ساكنينش كاع واش كاينين الناس في السبليون استافدوا في دوار غياطة واسمو بغاو هاد الناس وإلا ما كناش مغاربه قولوها لنا وروحوا حربونا وديرونا في المونينيكس وريونا بلادنا نمشيو لعندها إلا ما كناش صحاب هاد البلاد هادي وريونا بلادنا واعطيونا اوراقنا نمشيو عند بلادنا وتحياتي للجميع السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم خويا حنا واحد السكينه متضرره من حي غياطه من حي حمو ومنها سكينه الزرقان حنا كنا متضررين دابا جينا نطالبوا بالبلانات ديالنا ودابا فاش كندخلوا كنتحاوروا مع الكاتب العام وما الامين راه مازال ما كنعرفوش حنا ما عرفناش حنا بغيناهم غير يفتحوا لنا تحقيق معاهم الا من حقنا يعطيونا بلانات يعطيونا والا ماشي من حقنا وبغاو يقصيونا واخا حنا هاد البلاد راه ندافعوا ليها بروحنا ودمنا ولكن الا ما عندناش حق وحنا كنطالبوا بجلاله الملك يفتح تحقيق يسرد لجنه من الرباط تجي لهنا تفتح تحقيق ويدمجوا معها السكينه من المجتمع المدني واحد ثلاثه الناس ولا اللي عارفين هاد الخروقات ويشوفوا لنا الا من حقنا غادي نديو اللي كداير شي خروقات يتعاقب عليها
وراه هذا الشيء راه ظلم. حنا راه اللي كنطالبوا كنطالبوا بجلاله الملك يتدخل، لانه ما بقاتش عندنا ثقه في هاد المسؤولين دكرسيف ابدا. واش عندنا ثقه؟ لانه اعلى سلطه في البلاد كندقوا بابو، داك الباب ديالو واش ما كيسمعش ولا ما كيبغيش ولا ما كيبغيناش؟ ما حسبنا واش بشر ولا غير دبان، راه ما عرفناش. حنا الحاجه الوحيده اللي بغينا يفتحوا لنا تحقيق، ودابا اللي زاد ضرنا اكثر ولاو الناس اللي كيبغيو يهدموا كيقولوا تفتح دير معايا تسنيل التزام بالبصم بخط يدك، دير التزام باللي حتى توجد لانتيسما، وداك التزام اخوتي راه مفتوح، راه هذا تضرر، هذا تحايل على القانون وعلى المواطن، على الطبقه الكادحه، راه تحايل كبير. حنا ما كنطالبوا حتى بواحد يعطينا الحق، كنطالبوا بسعاده العامل، وإلا ما قدش يعطينا الحق يخلينا نمشيو للوالي، وإلا ما قدش الوالي يعطينا الحق يخلينا نطلعوا للرباط، خلينا نمشيو عند سيدنا. وحنا كنتمناو هذه الرساله توصل لسيدنا، وقول لي لا يعقل كيقول لك الخو مع خوه ما يستافدش، والاب مع بواه يستافد لانه اسره مركبه، هذاك اللي مع بواه هذاك راه غادي يورث في بواه، والاخ واش غادي يورث في خوه؟ راه ما يمكنش. راه هذه هي النقطه اللي بغات تهبني انا، وراه تناقض اخوتي في هذا القانون. واش الخو مع خوه ما يستافدش، والولد مع بواه يستافد اللي في التالي غادي يورثوا ديك الدويره غادي تبقى ليه؟ راه عيب وحرام. انا مزاوقه جلاله الملك، انا مزاوقه سيدنا، وحنا التراب تحت رجليك، الا ما وقف معانا والا ما بغيتناش جلاله الملك. لا باغينا باغينا، والا ما بغيتناش جلاله الملك وحاشا واش ما تبغيناش. انت بغيت الناس في افريقيا، حراك ما تبغيش ولادك اللي دافعوا على التراب بالعمر ديالهم والدم ديالهم. بغيناك دير لنا حل، ديرنا حل، غير قلنا الا نستافدو نستافدو، حتى الا ما نستافدوش وبغى يخلينا حتى ذوك التشابولات يخلينا في ذوك السكنه اللي راحنا فيها، واخا مرضنا شي مرض بالعينين شي بالحساسيه شي بمرض الفيران. والله اخوتي ما عمرني كنت كنعرف انا في الطب كاين مرض الفيران، حتى عرفته في هذه الاحياء المهمشه، وراه ما كانتش مهمشه، راه المسؤولين هما اللي همشونا، راه مهمشونا وقساونا، راه ما عرفناش فين نعطيوها جلاله الملك. الا عندك شي ودن صاغيه، انا مزاوقه جلاله الملك وعارفينك كدير اكثر من جهدك، والحكومة فيها ناس تحت لوبيات، راهم باعونا بلاناتنا، راهم قساونا، راهم ظلمونا. جلالة الملك اجيناك في وجه الله، إلا ما شوف من حالنا وشوف هالطبقة الكادحة، راه غير اللباس ديالهم تعرفوهم اخوتي، راه كاينة الهجالة، أقسم لك بالله إلا حدايا وحدة، أقسم لك بالله يا ملي كتجيها الورقة ديال الضو، إلا كتبقى تطيح وتنوض شحال من مرة مسكينة كتدق على الجيران باش يخلصوها لها، عيب وعار، وراه غادي نبكيو الدم، وهما الدموع راه بكيناها، والعار جلاله الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.